سباق سوري بين التطورات العسكرية الميدانية وبين التطورات السياسية عشية جنيف جديد يجمع أطراف الصراع الرئيسية. المفد الدولي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا يستمر بجولته المكوكية بين الدول المعنية محاولا تأكيد مشاركة النظام والمعارضة تحت عناوين عملية الانتقال السياسي ومبادئ الحكم الانتقالي والدستور. في الوقت الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي تقريره حول محادثات السلام في جنيف لعقد جلسة مغلقة للبحث في آخر التطورات. أما إيران التي تشارك في الحرب السورية فأبلغت دي ميستورا خشيتها من تصاعد خروقات الهدنة ما قد يضر بمحادثات السلام بحسب حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني. واشنطن القلقة من الأوضاع الميدانية. أبلغت موسكو عبر وزير الخارجية جون كيري قلقها من احتمال شن النظام السوري هجوما يخرق الهدنة في حلب، وذلك بعد إعلان مسؤولين في دمشق التحضير للهجوم بالتعاون مع القوات الروسية، الأمر الذي نفت موسكو مشاركتها فيه. فرنسا أيضا اعتبرت أن هجمات قوات النظام وخرقها للهدنة في حلب والغوطة الشرقية يعتبر تهديدا لوقف إطلاق النار. متحدث باسم الخارجية اعتبر النظام ومن يسانده سيكونون مسؤولين عن أزمة إنسانية جديدة وفشل للمفاوضات. استئناف مفاوضات جنيف يتزامن مع انتخابات تشريعية يجريها النظام في وقت دعت المعارضة إلى مقاطعتها واصفة إياها بغير الشرعية. عمر حرقوس، العربية.